هذا القرن التالي الرسول حدث عليه، وفيه تقوى الخدعة يكثر الغدر، الزار يخدع زاره يا ربي يلطف به، الولد ما ينفس يشرب الخمر، رمضان ماشي سنة وانتو ما تصوموه، المريض بالمعدة راه الطبيب حاضر، قال الصلاة رياضة ديني نكروا فيه، قال الصلاة رياضة وتسجد الظهر. هذا الجيل التالي ورسو معريه، ولا دير الرزا يضحكوا كثر، الولد في الكروسة وامو تصفر عليه، إلا قعد ينوح تقول له سقر، داير المرميطة ويصوت بيديه، ويخاف لا يحرقها ويصوت بالقدر، إلا حرق المرميطة راها تبرديه وعليه تخوى الخيمة لباها تشور. دفعوه للقاضي شهدوا كاملة فيه، هي عطاها كرسي وهو توخر، شافها السيد القاضي ثاني بعينيه ومركلها لسانه في راس الشهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، والشيخ علام كل يوم يهدي لكم الكلام. هنا يا سادات يا كرام غادي نوليو للحكايه اللي كنا فيها. كما قلنا راه جاي الراعي والبنت ومول الغلم حتى يخلطوا يدخلوا عند القاضي. السلام عليكم. السلام. البنت عاودك تبدلت في الزين نتاعها، ولات في واحد الكولور اخر. القاضي غي شاف البنت، سبحان ربي اللي خلقها وبالزين كرمها، عمك القاضي حار. قال لهم واش ما بغيتو؟ واش ما بغينا؟ ايه سيدي، قالوا له احنا جايين مدعيين عندك. مدعيين؟ ايه ياك لاباس. انتقى الراعي قال له يا سيدي انا داعي هاد الناس بزوج. داعيهم بزوج؟ يا وليدي ياك لاباس. قال له انا سارح على هاد السيد هذا ب14 خروف في العام. ايوا ما عندي با، ما عندي ما، ما عندي خويا، ما عندي خالي، ما عندي عمي، مقطوع من السجرة. جاب رب العالمين هذه البنت، ذا سارحة لقيتها سارحة معايا، وهدرت معاها قلت لها تتزوجي بيا، قالت لي نتزوج بيك. ايه درت في مول الغلم، قلت له دير لنا قصعة طعام، واحد الفاتحة نتاع الحلال، وراني سارح عندك حتى نموت، حتى انا ندير وليدات ندير هذا. ودرك مول الغلم بغى يدي لي البنت، الزهر لك سيدي. القاضي قال لهم خرجوا على برا خليوني نشوف. انتق مول الغلم قال له اسمع سيدي، بلا ما نخرجوا البنت راها باغياني انا، عندي الغلم، عندي البقري، عندي الخير نتاع ربي، هذا غير سارح. قال لهم خرجوا برا. خرج الراعي وخرج مول الغلم، هو يدور فيها القاضي، قال لها رواحي عندكش عقل ولا ما عندكش؟ قلت له سيدي مراه بعقلي، علاه ما عندي عقل؟ ليه؟ قال لها غادي تزوجي بيا انا قاضي ونحكم بحكامي والمال كل شيء ديالك. قلت له ماذا بيا؟ صافي صافي. الغال الراعي الغال مول الغلم قال لهم هذه البنت ما بغات تدي لا الراعي لا مول الغلم. وكيفاش؟ بغات تدي القاضي. الراعي دار يدوع العمود، قال له اسمع والله ما تفرق علينا يا غير نهرس لك المراود نتاعك، انا مسالي مسالي ما عنديش اللي يبكي مورايا، عندي كي الحبس كي دارنا. البنت قالت له هداو ما دابزو ما ديروا والو، كاين شي حكام هنا؟ قالوا لها كاين السلطان. قال لي الله نمشيو عند السلطان اللي دارها هي اللي كاينه. تجي البنت والراعي ومول الغلم والقاضي،
دخلوا على السلطان، السلطان شافهم، البنت تبدلت في الزين نتاعها، السلطان حار في ذاك الزين نتاع البنت، قال لهم واش بغيتو؟ قالوا له يا سيدي جايين مدعيين عندك، مدعيين مرحبا، اش كاين؟ انت قراعي؟ قال له انا هاد الناس داعيهم، انت ايه؟ وليدي ياك لاباس. قال له هذا مول الغلم جاب ربي هاد البنت بغيت نتزوج بها وبغى يديها لي مول الغلم. مشينا عند القاضي، القاضي بغى يديها لنا بزوج. انطق مول الغلم قال له اذا عندك اسيدي انا اللي بغاتني. انطق القاضي قال له انا بغاتني ياك، خرجوا على برا. وما جاو خارجين والسلطان دار فيها، قال لي ارواحي اش عندك عقل ولا ما عندكش؟ قالت له سيدي امراه بعقلي. علاه؟ قال لها تدي واحد سارح الغلم حامض الريحه ديالو حامضه بالسنان نتاع الغلم، تدي واحد مول الغلم حلبي وردي دعلفي تبني شطبي، تدي واحد قاضي راجع شيباني ما باقي له غير نهار. قلت له سيدي ما لقيتش. قال لي قولي نديك انا للسلطان. قالت له نديك، اش بغيت انا ندي مالك؟ واش بغيت؟ بغاني الله تديني نديك. الغال الراعي، الغال مول الغلم، الغال القاضي. قال لي هذه البنت ما بغات تدي لا الراعي لا مول الغلم لا القاضي، هاو كيفاه، بغات تدي السلطان. الراعي داري دور الزروطة، قال له شوف والله ما تحكم علينا بالحقيقة، يا غيلا نهرس لك المراود نتاعك، انا مسالي مسالي ما باقي ليش قد اللي فات ياك. البنت شافت الدعوة، الراعي معول على دعوة الشر، قالت لهم هداو كان شي حكم هنا ولا ما باقيش؟ قالوا لها ما كان حكم. قالت لهم نديروا الراي ديالي؟ قالت لهم قالوا لها نديروه. قالت لهم انا غادي نحكم. انتي الراعي يغمز يقول لها طاسيو، مول الغلم كيف كيف، القاضي كيف كيف، السلطان كيف كيف، دارت واحد الخط كيما هاك. قالت لهم تسامعوا بحال اللي غادي تصليو، وانا غادي نطلع ذاك الجبل غادي نريش ليكم، وروحوا تجارة واللي سبق نتزوج به. قال لي هالراعي هذه هي، هذه هي المخيرة. طلعت الراس الجبل وريشت ليهم، عياو جارة وما كانش اللي قبضها لحد الآن، لهاد الساعة ما كانش اللي قبضها. هذه هي الفهم الحكاية، ماشي بنت، هذه الدنيا ما كانش اللي قبضها، باقية يجري موراها، مازال غير انتهت المقابلة. حكايتنا مشات مع الواد، وحنا بقينا معكم الناس الزواد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للمغاربة فين ما كانوا، تحياتي للنقطة العربية.